بسم الله. ربنا افتح لنا أبواب رضاك وأعنا على ملاقاتك سالمين منعمين. أمين يا رحمن يا رحيم. وش يقول؟ إني كفرتم بما أشركتموني من قبل. أنا عاجز مسلم بلي أنتم خذتوني شريك لله من دونه سبحانه وتعالى. أنا الشيء الذي كان بيني وبينكم ضعف وجابي حتى الخير. يعني مورد كيفكم أنت. إيه هذا هو دائما من كيد الله لأعدائي أن يجعلهم من متعاونين على الشرور والإقبال علي والإكثار بي ومنها وتنوع في شأني. والعكس كذلك، كل ما هو خير انكره التقرير فيه، كل ما هو معصية يقولهم أنتم على الطريق صحيح فعبوا من هذه الأمور ذي، أمور الزنا والجنسية المثلية وشهادة الزور وتحريك الأديان و نعوذ بك ربنا من همزات الشياطين. أمين يا سميع يا علي.